زميلنا حسين بن مسعد مسوي تقرير عن قصة ناصر الدوسري وزوجته. خلونا نشوف التقرير يا أخوان. كل فترة حملي من قبل ما أحمل كمان وربي مهيئ لي إنه أنا من ما شافني يقول لي أنت حامل بتوأم. وقت ولدت كمان كانت ولادتي صعبة كتير، كأني جايبة اثنين، كأنه كانت كمان توأم. وقبل ما أحمل تحلمت بعنقودين عنب، واحد كبير وواحد وراء صغير. كان يتيما مجهول الأبوين، يرقد إلى جانب ابنهم إبراهيم الذي ابتلاه الله بورم في رأسه بعد ولادته، حيث قرر الوالدان الاعتناء بخالد الذي قضى معهم 24 يوما بغرفة العناية المركزة بمشفى الدمام، حيث تعرفت الأم عليه دون اختيار. هلأ حتى استوعبت هذيك الأيام أنه سبحان الله كيف ربي كتب لنا إياها. وأول ما شفت خالد، أول ما أحمله أشيله كنت أرجف وأبكي. ما بقدر يعني لكم أني كنت حبه، لا، ما كان في علاقة تربطني فيه، ما كنت يعني حبه ولا أني متعلقة فيه، بس سبحان الله رب العالمين وقت يكتب حاجة خلص من نفسه الحلي بيندفع ويطلع من نفسه، يعني أبكي بس ما بعرف ليش. دخول خالد إلى حياة أسرة ناصر الدوسري لم يكن سهلاً، وصاحبه الكثير من العناء. وعشنا سهر ما يعلم بلا رب العالمين، لأن كانت أعمارهم متقاربة. خالد كانت تجيه حالات تشنج، إبراهيم كانت تجيه حالة بكاء، والرأس كان كبير. كان يقولوا لي لو وجدت أنه زايد حاجة بسيطة عن المقياس اللي إحنا كاتبين لك على طول أقرب طوارئ وده. الثاني كان يقول لنا راقب الرضعة وهو يرضع، لأنه كان مع التشنجات يشرق، فلما كان يشرب الحليب وكنت أحطه كذا ما كان يسوي الحركة اللي يقول الدكتور، فأرجعه وارجع مرة ثانية ما يسويها فأرجعه. ما كنت أنام، كنت أحط منبه الساعة وأخليه على ساعة بوقت معين، كان يدق كل 10 دقائق كل ربع ساعة أرجع أشوفه. كنت أتمعن. تذكرتني يمكن؟ كنت أشوفه يتنفس أو لا، أروح للثاني نفس الشيء أشوف الثاني، وكنت لما أشوف ما بيتحرك كنت أحط صدري إذني على صدره حتى أتأكد إنه إيش يتنفس. كنت أفتر، كنت أدور لين ينام. عانيت أنا وزوجتي، عانينا معاناة، لكن كنا نحتسب الأجر، والله كنا نحتسب الأجر عند الله، لأن كفالة اليتيم ما هي بسيطة. كفالة اليتيم ما هي بسيطة، والله العظيم ما هي بسيطة كفالة اليتيم. والله يمكن سنة ونص وإحنا على هذا الوضع، بدأوا يكبرون قدامي وبدأت أوضاعهم تتحسن. حسين بن مسعد، 8 NBC، راس تنورة.